ما أن يشارف شهر الخيرات كما اعتدنا على تسميته بالقدوم حتى يتسارع الناس إلى الأسواق لشراء حاجياتهم من السلع والمواد الأساسية وسط أجواء من البهجة بقدومه. وعلى غرار الأسر العربية والإسلامية، الأسرة الليبية تستعد لهذا الموسم الديني بكل ما يتطلب من مأكل ومشرب كاستعدادها لغيره من المواسم الدينية الأخرى، منفقة الأموال كلا بحسب أوضاعه وقدرته المادية. غير أن ما تعرفه البلاد من ظرف اقتصادي صعب ونقص في السيولة حال دون حصول المواطن على مرتبه، الأمر الذي ألقى بظلاله على حياته المعيشية. غلاء الأسعار زاد من أثقال كاهل رب الأسرة لتتأكد أهمية عدم المغالاة في التبذير والإنفاق في ظل الوضع الاقتصادي العصيب الذي تعرفه الأسر الليبية خلال الشهر الكريم، كونه واجبا شرعيا يحتم على الأسر الليبية أن تنحو نحوه سواء في حالة الضيق أو الرخاء، إضافة إلى نشر ثقافة العطاء ومساعدة ذوي العسر. فهل يدرك ذو السعة الحكمة من الشهر العطاء؟